سما لم تبلغ من العمر إلا 13 عاماً وأنهت دراستها الابتدائية هذا العام، وتعمل بمهنة وعمل شاق لا يتحمله إلا الكبار لا سيما الرجال، لكنها كسرت هذه القاعدة وتعمل 10 ساعات يومياً برفقة أبيها في مخبز تفوق درجة حرارته الغليان، وتتحمل التعب من أجل إعانة أبيها. عشت عمرها 10 سنين، هسه عمري 13 سنة. أما أنا طلعت شفت ويا أبويا أشتغل وياه شوي شوي، تعلمت وكان مدين البيت وهو عنده دراسة، وأقول له أشتغل وياك وأقرأ، وهم عاونا وأشتغل وياه وأتعب وهو يتعب والحمد لله والشكر. أما عينه وهم هو عينه وهو رباه شلون ما أشتغل، هو رباه شلون ما أشتغل الحمد لله. لا عادي ما عنده، انا حار، انا اشتغل وياه اما تعب وياه عينه وهذا ماكو حر، انا ما احس على حر. ويقول ابو سما بانها منذ طفولتها ارادت ممارسه العمل معي رغم منعي لها، لكن وبعد سنوات لم استطع ان اقف امامها وتعمل معي، وتعلمت كل شيء ما يخص مهنه الخباز، فيما يؤكد اهالي المنطقه باننا تعودنا على تواجد سما في المخبز التي تعمل مع أبيها وتساعد الكل في فراغها. سما نموذج للكفاح حسب وصف الأهالي. والله سما هي من هي صغيرة يعني دائما تذب نفسها وتجي على الشغل على الفرن، أنا أرجعها أقول يا بابا لا تشتغلين حارة عليك، أو حودها من ناطر وترجع منها، يعني آخر شيء تعبت نعفتها. شو هالسم يعني بدت أشوفها يعني صارت أحسن حتى من عند الأسطوات. إحنا هنا كليتنا متعودين على سما، سباعية ما شاء الله يا رب تعين أبوها. رغم المخاطر والصعوبات التي ترافق عمل الخباز، لكن سما صاحبة 13 عاما تواجه كل هذه المصاعب بقلب راضي، ما يدل على أنه حتى الطفولة في العراق نالها ما نال وطنهم من عذابات. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.